بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء، في هذه الأمسية مع أستاذنا الدكتور محمد مختار الشنقيطي في موضوع الساعة. الآن طفى على السطح هذا الموضوع، صحيح أنه يثار كلفت بين فينة وأخرى، لكن مؤخرا على أصداء الإعلان عن مسلسل عن حياة سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه الذي سيبث في رمضان، عاد هذا الموضوع وطفى على السطح. والمشكلة أننا نعيش بين تيارين في طرح هذا الموضوع، وهو الخلافات السياسية بين الصحابة رضي الله عنهم، تيار التشيع المعروف وتيار التشيع السني بتعبير مؤلفنا الدكتور محمد مختار الشنقيطي. هذان التياران متضادين، والقارئ لأحد هذين التيارين سينجرف معهم لأنهم مدججون بالأدلة النقلية والعقلية، لكن عندما يطلع على أدلة التيار الآخر يصاب بالاضطراب وتختلط معه النظرية التي كان مقتنعا بها. لكن دكتورنا ومؤلفنا الدكتور مختار الشنقيطي في هذا الكتاب كان مسدداً، فاستطاع إيجاد نظرية مفسرة ومقنعة وحافظ فيها كما كتب على الغلاف على مكانة الأشخاص وعلى قدسية المبادئ. البعض حتى يحافظ على مكانة الأشخاص ربما اقتحم المبادئ، فأوجد دكتورنا ومؤلفنا بهذا الكتاب وكان دقيقاً جداً بأطروحته ومفصلة ودقيقة، وضع 22 قاعدة لضبط هذا الموضوع، وكان فيها دقيقا كأنه ويعرف أهمية وخطورة هذا الموضوع، وكأنه يجري عملية في الدماغ أو في العين، فكان دقيقا ولا يطلق الكلام هكذا على عواهنه، وإنما ينقل من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، واعتمد كما ذكر في المقدمة على ثقات أهل العلم، واعتمد على رواية المحدثين الثقات، فاعتمد على ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى ابن القيم، وعلى ابن حجر العسقلاني، وعلى الإمام الذهبي، وهم هؤلاء من أئمة مذهبنا ومن أئمة المسلمين. ومنهج فتنة عصم الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا لم يعد مجديا في زماننا، فالكل يقدم روايته، والإنترنت أصبح مباحاً ومطروحاً لكل أحد، والروايات كلها مطروحة والمصادر كلها متاحة لكل أحد. كلنا بشوق لسماع أستاذنا الدكتور محمد مختار الشنقيطي وتلخيص لأطروحته التي كتبها في كتاب قرابة 300 صفحة، وقدم لها عالمين من أعلام المسلمين، فضيلة أستاذنا الدكتور القرضاوي رحمه الله وأستاذنا الأستاذ راشد الغنوشي. كلنا آذان صاغية دكتورنا الغالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله وبياكم، وشكر الله لكم هذا الجهد الطيب، وشكر الله لأخينا الدكتور هذا التقديم الذي يدل على كرم نفسه ويدل على كرم المقدم أكثر مما يدل على فضل المقدم له. أنا سأعطي نبذة عن المفاتيح الأساسية في الكتاب. عنوان الكتاب هو الخلافات السياسية بين الصحابة، رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ. وأهديت الكتاب إلى الذين يؤثرون المبدأ على الشخص والوحي على التاريخ. هذا الكتاب أيضا كتبته في تصديره أبيات لطيفة لشاعر المصري من شعراء بداية القرن العشرين اسمه محمد الأسمر، يقول فيها: هداك الله يا تاريخ يا شيخ الأضاليل، فما أقدر كفيك على نسج الأباطيل. هداك الله يا تاريخ يا شيخ الأضاليل، فما أقدر كفيك على نسج الأباطيل. تحابي الحية أو تظلم يا تاريخ أحيانا، فما مثلك مأمون على أخبار موتانا. مجرد أبيات طريفة إشارة إلى صعوبة هذا الموضوع وتعقيده وضرورة التحري والتثبت فيه. الكتاب كما تفضل
أخي العزيز دكتور حذيفة قدم له الشيخ العلامة ياسر القرضاوي رحمة الله عليه وشيخنا الأستاذ راشد النوشي كلاهما بتقديم ضاف. وفي الكتاب هو حقيقة ربما يكون عنوان الكتاب فيه شيء من قد يثير شيء من اللبس في أذهان بعض الناس، فيظن أن الكتاب هو تاريخ سردي للخلافات السياسية بين الصحابة، هو حقيقة ليس تاريخا سرديا لتلك الخلافات الأليمة والمحزنة لقلب كل مسلم، وإنما هو محاولة لوضع أسس منهجية للتعامل مع تلك الأحداث الصعبة التي مزقت أبناء الحضارة الإسلامية على مر التاريخ الإسلامي، وكانت لها آثار في كل جوانب الثقافة الإسلامية اعتقادا وذاكرة تاريخية وغير ذلك. فالكتاب هو ليس سردا للأحداث، وإنما هو مقترح لمنهج في التعامل مع تلك الأحداث. وما ورد من حوادث تاريخية في الكتاب هو يكون في الغالب ضربا لمثال وليس مقصودا في ذاته، لأن الكتاب ليس كتابا في التاريخ وإنما هو كتاب في الفقه السياسي وربما شيء من فلسفة التاريخ، مزيج من الفقه السياسي وفلسفة التاريخ. في مدخل الكتاب أشرت إلى بعض الأمور المهمة، مدخل الكتاب بعنوان التأصيل الشرعي والوعي التاريخي، أشرت إلى شيء سميته جدلية المثل والمثال، وهو ضرورة التمييز بين ثلاثة أمور: المثل المجرد، والمثال أي الشخص الذي يحمل ذلك المثال أو الذي نرى أنه قد جسد ذلك المثال إلى حد كبير في حياته أو اقترب من تطبيق ذلك المثال، والوسائل التي طبقت في خدمة ذلك المثال. هذا النوع من التمييز مهم. المثل هو القيم الإسلامية، مثلا القيم السياسية الإسلامية لأن كتابنا هو في الفقه السياسي، والمثال هم أشخاص الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أقرب أجيال المسلمين لذلك المثال، والوسائل هي كل ما وجد في حياتهم من أمور كانت لخدمة الإسلام خصوصا في الجانب السياسي. هنا الغاية من هذا التمييز هو تجنب التجسيد، التجسيد أو ما يسمى باللغة الإنجليزية incarnation خصوصا في الثقافة المسيحية، هو داء من الأدواء التي تصيب الثقافات الدينية بشكل عام، حينما يتم تجسيد المبدأ في أشخاص ليسوا معصومين. مثلا من حكمة الله تعالى حينما بعث إلينا الكتاب بعث رسولا أيضا يطبق هذا الكتاب، فيكون عندنا مبدأ نظري وعندنا نموذج عملي، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أو يقول خذوا عني مناسككم، ونرى في حياته تطبيقا لذلك المبدأ، وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. هذا من رحمة الله بنا ألا نتعامل مع مبادئ مجردة، لأن التعامل مع المبادئ المجردة صعب، وأغلب الناس لا يحسن التعامل مع المبادئ المجردة أصلا، فنحن بحاجة إلى المثل المجرد، وبحاجة إلى المثال البشري الذي يحمل ذلك المبدأ لنتخذه قدوة وأسوة. ولذلك بعث الله عز وجل إلينا بشرا رسولا، ولم يبعث إلينا ملكا رسولا لتقوم الحجة وليكون المثال في المتناول. إذا خلط الناس بين المثل والمثال، أو خلطوا بين المبدأ والوسيلة في التعامل مع غير الأنبياء، هنا يقع الداء الذي يسمى داء التجسيد، تجسيد المبادئ في أشخاص ليسوا معصومين، أو تجسيد المبادئ في وسائل محدودة بحدود الزمان والمكان. فهذه هذه الفكرة الأولى التي أردت تمييزها في المدخل، الفكرة توضيحها في المدخل. الفكرة الثانية هي عبرة من قصص القرآن الكريم، وهو أن التأمل في قصص القرآن الكريم حتى في قصص الأنبياء يعلمنا
ألا ندرس التاريخ بمنهج المناقب أو المثالب؟ طبعا تقديم أو دراسة التاريخ بمنهج المناقب هذا قد يكون مفيدا لشخص تربوي يقدمه لغايات تربوية خاصة، أو قد يكون مفيدا لواعظ يريد أن يستحث النفوس إلى الفضائل، لكنه لا يسمى دراسة علمية للتاريخ. الدراسة العلمية للتاريخ تقتضي أن ننظر إلى الجوانب المضيئة والجوانب القاتمة من التاريخ، ولا يوجد تاريخ بشري من غير جوانب مضيئة وجوانب قاتمة، جوانب نجاح وجوانب فشل وهكذا. فالعبرة من قصص القرآن هنا هو أنه حتى في قصص الأنبياء، القرآن الكريم لا يحدثنا عن مناقب الأنبياء وفضائلهم فقط، وإنما يقدم لنا صورة بشرية متكاملة، بشر يصارعون من أجل الالتزام بالمبدأ ومن أجل حمل هذه الرسالات الثقيلة. فلذلك نقرأ في القرآن الكريم: وعصى آدم ربه فغوى، ونقرأ ولقد همت به وهم بها، ونقرأ عبس وتولى، نقرأ عفى الله عنك لما أذنت له، إلى آخره. القرآن لا يقدم لنا تاريخا مقدسا جامدا، وإنما يقدم لنا تاريخا حيا نابضا. وهنا أعتقد أنه هذا أيضا من الناحية المنهجية مهم أن ندرس، سواء في دراستنا للخلافات السياسية بين الصحابة أو لحياة الصحابة، أعتقد أنه من المهم أن ندرسها في شقيها، ولكل تاريخ بشري جوانبه المضيئة وجوانبه القاتمة. صحيح أنه جيل الصحابة جيل متميز، وأنه أقرب جيل المسلمين إلى المثل الإسلامي، لكنه كجيل بشري بطبيعة الحال لن يخلو من جوانب قصور وتقصير. أشرت في المدخل أيضا إلى درس بليغ من عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو حديث أو أثر صحيح ورد في قصة الجمل، وهو أن عمار رضي الله عنه كان يقول لهم، خطب في المسلمين أيام حرب الجمل في إطار الصراع الذي حدث، الصراع المؤسف الذي حدث وأدى إلى قتال حرب الجمل، وكانت عائشة رضي الله عنها جزءا من طرف، وعمار مع علي رضي الله عنهما في الطرف. فقال: إن أمكم خرجت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعونه أم هي؟ يعني عمار يضع الأمر في مجال ابتلاء هنا، وهو لا يريد أن يتنازل عن احترام مكانة عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي أنا سميته مكانة الأشخاص، ولا يريد أن يفرط في قدسية المبدأ. فنحن أمام تحدي مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ، يجب علينا أن نحافظ على مكانة الصحابة رضي الله عنهم في النفوس باعتبارهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارهم الجيل التأسيسي للإسلام، باعتبارهم أقرب أجيال المسلمين إلى ذلك المثل الإسلامي، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أبدا أن نفرط في المبدأ من أجل المحافظة على مكانة الصحابة رضي الله عنهم. فهذا ابتلاء من الله تعالى. إذا أصبحنا مضطرين إلى الاختيار بين مكانة الصحابة وقدسية المبدأ الإسلامي، فيجب أن نختار قدسية المبدأ الإسلامي تماما، كما عبر عن ذلك عمار رضي الله عنه هنا فقال: ولكن الله ابتلاكم أتطيعونه أهي؟ فيقول: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم أتطيعونه أم هي؟ هل تطيعونه أم تطيعون الله تعالى؟ أشرت في المدخل أيضا إلى أن هذا الكتاب اعتمد بالأساس على تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية امتاز نوعيا وكميا في دراسته للخلافات السياسية بين الصحابة. امتاز كميا لأن ما كتبه قل أن كتب أحد من علماء المسلمين كميا ما بحجم ما كتبه ابن تيمية في ذلك، ويكفي كتاب منهاج السنة بمجلداته التسعة، وأيضا كلام آخر واسع في كتب ابن تيمية الأخرى متنادر في فتاواه وفي غيرها من الناحية الكمية. من الناحية النوعية، وهذا الأهم بالنسبة لي،
لأن كثيرين كتبوا عن الصحابة وكتبوا عن الفتن، فتن القرن الأول للهجرة. الأهم من هذا هو النوع، هو أن ابن تيمية تناول هذا الموضوع بمنهجية فيها دفاع عن مكانة الصحابة رضي الله عنهم، وفيها تقديس ومحافظة على قدسية مبادئ الإسلام. لم يصل به الدفاع عن الصحابة رضي الله عنه لدرجة هدر المبادئ الإسلامية من أجل المحافظة على صورة الصحابة رضي الله عنه، كما وقع في ذلك كثير. ابن تيمية لما كتب منهاج السنة كتبه ردا على الحلي، ويعني كتاب ضخم دفاع عن الصحابة رضي الله عنه، ولكن حتى في هذا الدفاع المستميت وهذا الكلام الواسع الذي يصل إلى 8 أو 9 مجلدات حاول أن يبقي المبادئ فوق الأشخاص، أو فهو يعني لا يتردد في القول أنه هذا الصحابي فلان أو فلان أخطأ في هذا الموقف، وأن هؤلاء على حق في هذا الموقف، هؤلاء على باطل في هذا الموقف، رغم أن كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أشرت إلى اعتمادي في هذا الكتاب على أهل الحديث، وأني لا أعتمد على كتب التاريخ في هذا، لأنه لا يوجد موضوع تناقضت فيه الروايات وتضاربت واختلق فيه المختلقون وتأول فيه المتأولون بتكلف وتعسف كما هو الحال في موضوع الخلافات السياسية بين الصحابة. ولذلك حينما قررت كتابة هذا الكتاب وضعت كتب التاريخ جانبا، وقررت أن أعتمد على كتب الحديث حصرا لسببين. السبب الأول يتعلق بدقة الرواية ومصداقيتها، لأنه قبل الجدل في معنى الروايات والأحداث التاريخية ينبغي أن نتأكد من صدقية ودقة تلك الأحداث بقدر ما يمكن. وأهل الحديث يستعملون منهجا علميا دقيقا للتمييز بين الروايات الصحيحة والسقيمة، وهم يفعلون ذلك بناء على يفعلون ذلك يحكمون عليها حكما خارجيا في الغالب، بمعنى بغض النظر عن مضمون الرواية، هل هي في صالح هذا الطرف من الصحابة أو هذا الطرف، هل هي في صالح علي أو معاوية رضي الله عنهما، هل هي في صالح أهل هذا الطرف من أهل الجمل أو هذا الطرف صالح أهل العراق أو أهل الشام إلى آخره. بغض النظر عن ذلك، أهل الحديث ينظرون إلى الرواية نظرة خارجية من خلال الإسناد، هل هي صحيحة أم لا، سواء كانت تخدم هذا الطرف أو ذاك أو هذا الموقف أو ذاك. وهذا النوع من النظر الخارجي أو التعامل الخارجي مع الرواية يعطي نوع من المصداقية، فأنت لا تحاكم الرواية بمضمونها لأن ذلك قد يكون إقحاما لرأيك في الرواية، وإنما تحكم عليها طبق منهج خارجي من خلال ثقة الرواة بغض النظر عن مضمون الرواية ومن يخدم. عموما أشرت إلى أن المطلوب في دراسة الخلافات السياسية بين الصحابة هو منهج العلم والعدل، أسماه ابن تيمية الجمع بين العلم والعدل، لأن أغلب من ينحرفون في الحديث في هذا الباب إما ينحرفون لنقص في العلم أو لنقص أو تقصير في العدل. فمن ليس لديه علم أو اتساع باع في تدقيق في الروايات واستيعابها والتمييز بين الضعيف وبين الصحيح والسقيم منها، هو يضرب على غير هدى أصلا، والجاهل حتى وإن حسنت نيته لن يأتي بخير. ومن لا ينطلق من منهج عدل يظلم هذا الطرف أو ذاك، أو يتعسف لصالح هذا الطرف أو ذاك. فعموما منهج العلم والعدل سواء في التعامل مع الخلافات السياسية بين الصحابة أو التعامل مع أي نوع من الخلافات بين المسلمين أو التعامل حتى في حياتنا اليومية في حكم على الناس، أعتقد أنه منهج مهم في غاية الأهمية. أخيرا في نهاية المدخل أشرت إلى أن هذا الكتاب هو ليس سردا تاريخيا كما أشرت كما ذكرت عفوا، أكدت في المدخل إلى أن هذا الكتاب ليس سردا تاريخيا وإنما هو قواعد منهجية. الكتاب تضمن 22 قاعدة اقترحتها لدراسة الخلافات السياسية بين الصحابة، وسأسرد لكم هذه القواعد وربما أشرح بعضها لأنها طويلة، لا يمكن أن طبعا لا يمكن أن ألخص أكثر من 300 صفحة أو 300 صفحة في بضع دقائق. لكل من هذه القواعد يعني حاولت أن أستدل لها بالنصوص الشرعية
وبعض كلام العلماء وأبينها في الكتاب، أما هنا فأشير إليها إشارات سريعة. القاعدة الأولى التثبت في النقل والرواية، لأنه آفة الخائضين في الخلافات السياسية بين الصحابة عبر العصور هو بناء الأحكام على روايات ضعيفة أو سقيمة، أو إنكار الروايات الصحيحة التي لا تخدم رؤيتهم المسبقة للموضوع. لذلك أنا حرصت كل الحرص على أن أعتمد في النقل على أهل الحديث. في الآراء طبعا أعتمد على آراء علماء أجلاء من أهل السنة، ذكر أخي الدكتور بعضهم مثل ابن تيمية وابن حجر وكثير من أعلام أهل السنة الذين تجدون أسماءهم في الكتاب. لكن التثبت في النقل والرواية هو القاعدة الأولى. القاعدة الثانية عنوانها استصحاب فضل الأصحاب، أننا مهما درسنا من الخلافات السياسية بين الصحابة ومهما وجدنا من أخطاء في حياة الصحابة رضي الله عنهم وهي قليلة مقارنة مع فضلهم، ينبغي أن نستصحب دائما فضل الصحابة رضي الله عنهم. وابن تيمية كلام ذميم في هذا، وهو أن كل أجيال المسلمين إلى يوم القيامة للصحابة رضي الله عنهم فضل عليها، على كل أجيال المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم الذين نقلوا إلينا رسالة الإسلام. ولذلك من الاعتراف بالجميل ألا ننسى فضل من نقلوا إلينا هذه الرسالة العظيمة، فينبغي أن نستصحب هذا دائما، سواء اتفقنا مع هذا الصحابي أو ذاك في هذا الموقف السياسي أو ذاك، أو رأيناه مصيبا في هذا الموقف أو مخطئا. هذا طبعا جائز، يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على كل البشر، لكن ينبغي أن نستصحب دائما فضل الصحابة رضي الله عنهم، فضلهم عند الله تعالى وفضلهم علينا أيضا، لأنهم حملة الإسلام إلينا. القاعدة الثالثة التمييز بين الذنب المغفور والسعي المشكور. بعض الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في ذنوب، وبعضهم دلت الأدلة الشرعية على أن ذنوبه قد غفرت له، مثل أهل بدر مثلا أو أهل بيعة الرضوان وبعض الأفراد الذين وردت أسماؤهم بالتعيين. هنا يقع إشكال عند البعض، الذنب المغفور يعتبره سعيا مشكورا وهذا خطأ. وابن تيمية دعا إلى التمييز بين الذنب المغفور والسعي المشكور، يعني حتى وإن كان هذا الصحابي، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا الصحابي ذنبه مغفور وأن عاقبته الجنة، هذا لا يجعلك، لا ينبغي أن يجعلك تحول خطأه إلى سعي مشكور. ذلك الذنب هو ذنب. نحن نعرف مثلا من الأدلة الصحيحة أن اثنين من أهل بدر أقيم عليهم حد الخمر بعد غزوة بدر وبعد تحريم الخمر، ولكن نعرف أنهم مغفور لهم بنصوص السنة الصحيحة. أقيم عليهم الحد وهم مغفور لهم، لماذا أقام عليهم الحد؟ لماذا لا يقال لا هم خلاص مغفور لهم لا فنعفيهم من إقامة الحد؟ لا طبعا، أقيم عليهم الحد رغم أنهم مغفور لهم. فلماذا هنا؟ لأنه المبدأ الشرعي يظل مضطردا دائما ويجب احترامه دائما، حتى وإن كنا نؤمن أن هذا الشخص من أهل الجنة، إذا أذنب الذنب هو ذنب، يعني لا نسهل الذنب ونجعل الناس يستسهلونه بتحويله إلى سعي مشكور. القاعدة الرابعة هي التمييز بين المنهج التأصيلي والمنهج التاريخي. بعض الناس يتناول الخلافات السياسية بين الصحابة، يعني يمكن تناول، أو على الأصح يمكن تناول الخلافات السياسية بين الصحابة رضي الله عنهم بمنهج تأصيلي، بمعنى أن نحاكم أفعالهم بناء على نصوص الوحي. فإذا فعلنا ذلك فسنجد مع مناقبهم العظيمة ومنجزاتهم الجليلة سنجد لا شك بعض القصور وبعض التقصير وبعض الذنوب هنا وهناك، لكننا نحاكمهم بالنص الشرعي، منهج تأصيل. أما إذا حاكمنا بالمنهج التاريخي فهي قصة أخرى، فسنجد أن هذا الجيل لا مثيل له في أجيال المسلمين. لذلك أنا أعتقد أنه أحيانا من أسباب الجدل وسوء الفهم لهذا الموضوع أن الناس قد يتجادلون وكل منهم منطلق من منهج محدد. الذي ينطلق من المنهج التأصيلي سيجد أخطاء وخطايا وسينتقدها
وهذا صحيح، والذي يتناول من منهج من منظور تاريخي سيجد أن هؤلاء عظماء ولا مثيل لهم من أجيال المسلمين، فسيميل إلى المدح والثناء ويتجنب النقد. وكلا المنهجين صحيح طبقا للمنطلق الذي انطلق منه، وبالتالي أعتقد لا داعي للجدل كثيرا في هذا. أنت اتخذت منهجا لنفسك وأنا اتخذت منهجا لنفسي، وكلانا توصل إلى نتائج صحيحة منسجمة مع منهجه، ولا تنفي ما توصل إليه الثاني في منهجه. القاعدة الخامسة هي الاعتراف بحدود الكمال البشري، لأنه الكمال البشري هو غلبة الخير، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل أجيال المسلمين. لكن ما معنى أكمل الأجيال؟ معناه أنهم هم أقل أجيال المسلمين أخطاء وخطايا مقارنة مع غيرهم من الأجيال، وأعظم أجيال المسلمين خدمة للإسلام، لأن فضلهم وأجرهم مستمر إلى يوم القيامة بحكم أنهم حملة الوحي إلى بقية البشر. لكن كماله هو كمال بشري. الكمال البشري لا ينفي وجود أخطاء ولا ينفي وجود خطايا بطبيعة الحال، فلا داعي للتكلف والتعسف للدفاع عن خطأ أو خطيئة وقع فيها أحد الصحابة من أجل القول أنهم كمل. نعم هم كمل، ولكنه كمال بشري. القاعدة السادسة هي الإقرار بثقل الموروث الجاهلي، وهو أنه جيل الصحابة رضي الله عنهم ورثوا موروثا عربيا جاهليا. هذا الموروث الجاهلي ترك بصمته، وهذا طبيعي بطبيعة الحال، لا توجد نقلة 100% في حياة أي جيل من أجيال البشر. قد تقع نقلة شبه كاملة في حياة أفراد من جيل معين، لكن لا توجد نقلة كاملة في جيل كامل، بمعنى أنه يتخلى عن كل موروثاته ويعيش حياة جديدة تماما. هذا لا يوجد، وغيره غير ممكن، في ليس في مقدور البشر. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الإسلام، وبقيت لدى بعضهم بقايا من آثار الحياة الجاهلية التي لا تتناسب مع الإسلام، وهذا موجود في أحاديث صحيحة. مثلا عائشة رضي الله عنها لما تتكلم عن سعد بن عبادة تقول: وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية. أو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية مثلا. أو إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أمر الجاهلية في أمتي لا يدعوهن، وذكر منها الفخر بالله، أو أربع من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب مثلا. منها أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يدعوهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب إلى آخره. فالموروث الجاهلي بقي موجودا، فإذا درسنا الخلافات السياسية بين الصحابة فينبغي أن نبحث أيضا عن بقايا ذلك الموروث الجاهلي. وهذا لا ينفي، هذا لا ينبغي أن يقود إلى ما يقول به الشيعة وبعض الفرق البدعية المتحاملة على الصحابة، أنه تصل إلى درجة تكفير الصحابة لمجرد ظهور هذا النوع من الآثار. لا، هذا النوع من الآثار موجود، ولكنه لا ينفي الإسلام، بل لا ينفي حسن إسلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقد يكون الإنسان حسن الإسلام، وأليس سعد بن عبادة رضي الله عنه من قادة الأنصار ومن السابقين إلى الإسلام وممن شهد المشاهد كلها؟ ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تقول عنه: وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية. ممكن طبعا، ممكن واحد من الصحابة، بل ممكن واحد من كبار الصحابة، وممكن واحد من أهل بدر، وممكن واحد من السابقين ومن أهل بيعة الرضوان، فضلا عن مسلمة الفتح والمتأخرين بالإسلام. يمكن أن تجت أن 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 يعني تؤثر فيه خصلة من خصال الجاهلية التي لم يستطع تحرر منها ثقافيا واجتماعيا، على الأقل في فترة معينة أو في موقف معين، ممكن جدا. القاعدة السابعة أن اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل، وهذا كلام ثمين لابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية. يقول: اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد في الحرب منذ أسلم، رغم أنه كان يفعل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء مرة وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هذا طبعا الحديث مشهور في صحيح البخاري: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد أو مما صنع خالد.
خالد رضي الله عنه وقع في أخطاء كبيرة حتى في العهد النبوي، وهو قائد من قادة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسوغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبرر، بل تبرأ من ذلك الخطأ. مع ذلك لم يعزل خالدا، بل ظل خالد من قادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظل بعد ذلك من قادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلماذا ثم يقول ابن تيمية في يعني الجانب الثاني، يقول: وكان أبو ذر أحسن من خالد في الأمانة والصدق، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الصحابة رضي الله عنهم منهم من غلبت عليه الأمانة ومنهم من غلبت عليه القوة، واجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل، ومنهم من اجتمعت فيه الأمانة والقوة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل. والصحابة مثل غيرهم من البشر قل أن تجتمع الأمانة والقوة، أقصد قل أن تجتمع بشكل كامل وبتوازن، منهم من غلبت الأمانة عليه ونقصت القوة، ومنهم من غلبت عليه القوة ونقصت الأمانة، مثل كل البشر كما أشار ابن تيمية. قاعدة الثامنة هي الأخذ بالنسبية الزمانية، أنه كل أحداث تقاس بمقياس زمانها، فلا ينبغي أن نفرض عليها نحن معطيات زماننا ومعاييره. والذي يدرس الحياة، حياة الصحابة رضي الله عنهم والفتن التي وقعت بينهم في القرن الأول الهجري، ينبغي أن يخل ذلك في سياق الزمان، وسياق الزمان والمكان أيضا. في النهاية هو مجتمع عربي لم يكن يعرف معنى الدولة والقانون والنظام قبل الإسلام، كان يعيش في حالة فوضى، كان يقول قائلهم، قائل العرب قبل الإسلام: من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها، وهي بيئة لا تعرف معنى الدولة والقانون والنظام. فانفجار تلك الفتن إذا نظرنا إليها نظرة من منظور علم الاجتماع، بغض النظر عن المخطئ والمصيب في حرب الجمل أو في حرب الصفين، لو أردنا أن ندرس تلك الحقبة دراسة اجتماعية مجردة بغض النظر عن المخطئ والمصيب من الناحية الأخلاقية، ونظرنا في البيئة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وهي بيئة البداوة السياسية والفوضى السياسية، وأن العرب بطبيعتهم كما لاحظ ابن خلدون أن النفس العربية هي عصية أصلاً على فكرة الدولة والقانون والنظام، يمكن أن نفهم لماذا تفجرت تلك الخلافات ولماذا تفجرت تلك الفتن. البيئة الاجتماعية نفسها كانت مساعدة عليها. والصحابة، المجتمع لم يكن كله صحابة، بل الصحابة أصبحوا قلة لما تفجرت تلك الفتن، كان الصحابة قلة مقارنة مع من ليسوا صحابة من المتأخرين إسلاماً أو من التابعين أو من غيرهم. لذلك الوضع الأمور في سياق الزمان والمكان يساعد على القراءة الموضوعية لتلك الحقبة. القاعدة التاسعة هي عدم الخلط بين المشاعر والوقائع. هنالك وقائع صلبة وقعت ثبتت بالدليل بأصح الروايات أصح الروايات طبقا لعلماء الحديث، فلسنا بحاجة إلى التكلف في إنكارها دفاعا عن مكانة هذا الصحابي أو ذاك. وأنا وردت طبعا بعضا من هذه الأمور. طبعا بعض المسلمين يتألم بسبب الخلافات السياسة بين الصحابة والاقتتال بين الصحابة، وأحكي لكم قصة شخصية وأنا لم أتحدث عنها من قبل كثيرا، وهو أنه قبل كتابة هذا الكتاب بأعوام طويلة كنت أقرأ مرة في أحد كتب التاريخ، أعتقد أنه ابن العماد الحنبلي، وكان يصف ليلة الهرير. ليلة الهرير هي ليلة فظيعة من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم في صفين، ويصفها وصفا بغاية البشاعة ما حدث في تلك الليلة. الحقيقة قرأت ذلك النص، لم أقرأ ذلك النص إلا وأنا أبكي، وسيطر علي البكاء طيلة تلك الليلة. كيف يقع هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقع هذا المستوى من القتل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليلة الهرير هي ليلة عجيبة، يمكن تقرأوا عنها في كتب التاريخ. كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يحب الله ورسوله ويحب الصحابة رضي الله عنهم، يتألم كثيرا حينما يقرأ عن
الخلافات السياسية بين الصحابة، خصوصا ما وصل منها لدرجة الاقتتال. لكن إذا كان دارسا وباحثا وأراد أن يدرس تلك الوقائع، فعليه أن يضع تلك المشاعر جانبا. بعض العلماء لم يستطع ذلك حقيقة يعني، وصرحوا بذلك بشكل صريح. وأذكر أني أوردت في الكتاب كلمة لطيفة للسيوطي، عن يقول: ووردت في مقتل الحسين رضي الله عنه قصة طويلة لا يحتمل القلب ذكرها. ثم توقف هنا. يعني السيوطي في تاريخ الخلفاء لم يرد القصة، فقال: هي وردت في مقتل الحسين رضي الله عنه قصة طويلة لا يحتمل القلب ذكرها. طبعا ما فعله السيوطي سليم تماما، أنا ما عندي مشكلة مع من كف عن الكلام في الموضوع ولم يتكلم فيه هذا، أو تجنبه إحساسا بالألم، إحساسا بالأسى على ما وقع. لكن من دخل، من قرر أن يخوض في الموضوع وأن يتخذه مادة للبحث العلمي، ينبغي أن لا يخلط بين مشاعره وبين الوقائع الصلبة. ووجدت طبعا من أنكر وقائع ثابتة كثيرة، حتى وقائع وردت في الصحيحين ينكرها لمجرد أنه هذا الذي يناسب، هذا الذي يناسب مشاعره أو يريح ضميره، وهذا أمر ليس جيدا أبدا. فلذلك من المهم عدم الخلط بين المشاعر والوقائع في هذا الموضوع. مثلا كثير من الناس بما فيهم علماء ينكرون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أبى أن يبايع أبا بكر الصديق وأبى أن يبايع عمر، رغم أن الأمر موجود في الصحيح. بعض العلماء ينكر أن علي رضي الله عنه، وبعض طبعا فضلا عن عامة المسلمين، ينكرون أن علي رضي الله عنه رفض بيعة الصديق لمدة 6 أشهر ثم بايع بعد ذلك، فينكرون هذه قصة هذه 6 شهور، رغم أنها يعني هي قصة صحيحة في البخاري وغيره يعني. فلسنا بحاجة إلى إنكار الوقائع التي ثبتت بأدق في روايات مدققة بأدق معايير الثبوت التي نعتمد عليها في ديننا، وإنما يمكن أن نجد تفسيرا مقنعا لما حدث. أما أن ننكر الوقائع تماشيا مع المشاعر فأعتقد أن هذا لا يصلح، وليس من الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية. القاعدة 10: الابتعاد عن اللعن والسب، وهذا مهم جدا طبعا، لأنه للأسف شاع في التاريخ الإسلامي خصوصا عند الشيعة لعن الصحابة رضي الله عنهم وسبهم إلى آخره، والسب خصوصا السب بمعنى اللعن، لأن السب غالبا إذا ذكره العلماء في هذا الباب يقصدون اللعن، لأنهم هم يتحدثون عن كلام ما يفعله الشيعة، وما يفعله الشيعة ليس مجرد سب وإنما لعن. اللعن هو أصلا غير مناسب عند جماهير علماء المسلمين السنة في الحديث عن أي شخص معين، أي مسلم معين، فضلا عن أي صحابي. حتى من ليسوا صحابة اختلف علماء السنة في جواز لعنهم، ونعرف أنه هنالك خلاف في جواز لعن يزيد بن معاوية رغم كل الفضائع التي فعلها يزيد من استباحة المدينة ومن قتل مذبحته ضد آل البيت وكل هذه الأمور. مع ذلك بعض العلماء حتى الذين يقرون بفضائعه يأبون لعنه. وأردت كلام الإمام أحمد، أن سأله ابنه قال: يا أبا عبد الله، أتحب يزيد بن معاوية؟ فقال الإمام أحمد: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال: فلما لا تلعنه؟ قال: وهل سمعت أباك يلعن أحدا؟ الإمام أحمد رغم أنه يقول عن يزيد بن معاوية وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، مع ذلك يرفض أن يلعنه، لأنه أصلا عند أهل السنة قضية اللعن هذه ليس المسلم بطعان ولا لعان، فلا تنبغي، ولعن المسلم كقتله إلى آخره، وحديث ذلك كثيرا. مع ذلك وجد من علماء المسلمين من ألف في جواز لعن يزيد، مثلا ابن الجوزي وهو عالم ومحدث ومؤرخ وحنبلي، والحنابلة هم أشد الناس تحفظا في هذا الباب، مع ذلك ألف كتابا في جواز لعن يزيد ابن معاوية.
لكن أنا مع جمهور علماء المسلمين وجمهور علماء السنة، جمهور علماء السنة تحديدا، أننا يجب أن نبتعد عن اللعن والسب، رغم أنه للأسف وقع من بعض الصحابة لعن بعض، وخصوصا دعوة معاوية إلى لعن علي رضي الله عنه، وهذا موجود يعني في حديث صحيح منها في صحيح مسلم وغيرها، حينما أمر معاوية سعد بن أبي وقاص بلعن علي رضي الله عنه، ولما رفض سعد قال فإن أبيت فقل لعن الله وأبا التراب، فقال ما له، وقال رفض يعني سعد بن أبي وقاص. على كل حال، وطبعا كان يلعن علي وأهل البيت على المنابر في بداية الدولة الأموية، إلى أن ألغى ذلك الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعلى كل حال، القاعدة العاشرة التي أدعو إليها هو الابتعاد عن اللعن والسب. القاعدة الحادية عشرة، الابتعاد عن التكفير وعن الاتهام بالنفاق. أيضا الشيعة وبعض الناس يعني يكفرون بعض الصحابة أو يتهمونهم بالنفاق، خصوصا معاوية والصحابة المتأخرين يعني من مسلمة الفتح، وهذا حقيقة هو هذه جريمة حقيقة في حق هؤلاء. هم مسلمون، لا شيء أرغمهم على البقاء في الإسلام، بل العكس، ارتدت أغلب العرب ولم يرتد هؤلاء. يعني في حرب الردة ارتدت غالبية العرب، وكان أهل مكة وأهل الطائف فضلا، وطبعا المدينة المنورة، هذه هي النواة التي بقيت لحماية بيضة الإسلام من المرتدين. يعني مكة، حتى هؤلاء الذين يكفرهم الشيعة ويدعون أنهم أسلموا نفاقا يوم الفتح وأنهم ظلوا على كفرهم، هؤلاء حينما ارتدت العرب كلها لم يرتدوا. وهل يوجد دليل أصلا على صدقهم في إسلامهم وفي إيمانهم من هذا؟ بل بعضهم قاد، بعض منهم سمعة الفتح قادوا حرب الردة ضد المرتدين في جيوش الصديق رضي الله عنه. فطبعا هذا النوع من التكفير هو أولا مرفوض شرعا، ثانيا هو كذب من الناحية التاريخية. يعني أنت ممكن تتهم أحد من الصحابة أنه وقع في ظلم سياسي أو وقع في معصية وغير ذلك، أما التكفير والاتهام بالنفاق فهذا أمر يعني هذه مجازفة بعيدة جدا عن الحق. قاعدة ثانية عشرة هي التحرر من الجدل وردود الأفعال. أنا حقيقة لا أحب الجدل في هذه الأمور، ولم أكن أحب أصلا أننا نتناقش كثيرا في هذا الأمور هذه الأيام، بعد أن بدأ ينتقل الموضوع للأسف إلى الدراما وإلى المسلسلات وهذا الموضوع، ولكن يعني لم أستطع أن أرفض طلب أخينا العزيز الدكتور بالكلام عن الموضوع عن الكتاب. التحرر من الجدل وردود الأفعال، إنه عموما الجدل يؤدي إلى المغالاة. فمالك بن نبي عنده كلمة لطيفة يقول إن المتجادلين يبحثون عن لا يبحثون عن حقائق وإنما عن براهين. يقول إن المتجادلين لا يبحثون عن حقائق وإنما عن براهين. طبيعة الجدل والمراء أن أصحابه يندفعون ليتعصبون لما عندهم، ويحاولون نقض دليل الخصم بالحق أو بالباطل، والدفاع عما قالوا به بالحق أو بالباطل. فهنا طبعا لا يوجد توازن، لا يكون هنالك توازن واعتدال وإنصاف في الجدل، لأن الجدل بطبيعته هو ردود أفعال ومصادمات. وللأسف أنه حتى بعض علماء المسلمين السنة وقعوا في أخطاء كبيرة في هذا الباب بسبب جدالهم مع الشيعة وردود أفعالهم، لأن ردود الأفعال أحيانا لا تتحكم فيها. القاعدة الثالثة عشرة، إدراك الطبيعة المركبة للفتن السياسية، وأن الفتن السياسية كما بيّن ابن تيمية وأوردت كثير من كلامه في هذا الباب، الفتن السياسية هي دائما مزيج من الشبهات والشهوات. لو قلت إن الفتن سببها الشبهات تعذر الجميع، ولو قلت إن سببها الشهوات تدين الجميع، ولكن الحقيقة أن الفتن هي مركبة من الشبهات ومن الشهوات. هنالك من يدخل الفتنة بحسن نية بسبب الشبهة، وهنالك من يدخل الفتنة بسوء نية وهو يعرف الحق ولكن الشهوة تدفعه لذلك. والفتنة كما يقال إذا أقبلت أسفرت، إذا أقبلت أشكلت، وإذا أدبرت أسفرت. الفتنة إذا أقبلت أشكلت، وإذا أدبرت أسفرت. يعني الفتنة إذا هي مقبلة يقع فيها كثير من الناس بحسن نية،
ولا شك أنه الفتنة التي وقعت بين الصحابة كان كثير منها بحسن النية عند كثير ممن شاركوا فيها. مثلا حرب الجمل، باتفاق علماء أهل السنة تقريبا أنه لم يكن القتال مقصودا بين الطرفين في حرب الجمل. لا كان علي راغبا في قتال عائشة وطلحة والزبير، ولا كانت عائشة ولا طلحة والزبير يريدون قتال علي، لكن كان هنالك من دبر القتال من داخل المعسكر، وخصوصا من قتلة عثمان الذين أحسوا أن أي صلح بين الطرفين سيكون على حساب القتلة الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله. فهنالك فتن تقع بحسن النية بسبب الشبهات. الشبهات هنا بالمعنى يعني اشتباه الأمور والتباسها، لأن الفتنة إذا أقبلت أشكلت. وهنالك أيضا من يدخل الفتن للشهوات. طبعا أنا لا يمكن أقول أنه في حرب الجمل أن مروان دخلها بشبهة، مروان دخلها بشهوة وكان عنده طموح السياسي، ولذلك قتل طلحة كما ورد في أخبار صحيحة بأسانيد صحيحة، قتل طلحة رغم أنه في معسكره. مروان جاي في معسكر طلحة والزبير، ومع ذلك هو الذي قتل طلحة. فهذا طبعا لم يأتي للفتنة بشبهة، وإنما جاءها بنية مبيتة وبشهوة سياسية وبمكر سياسي. فمن المهم أن نعرف أن الفتن فيها أنها مركبة، فيها من يذهب من يدخلها بحسن النية بالشبهة، وهنالك من يدخلها بسوء النية بالشهوة. القاعدة الرابعة عشرة هي التركيز على العوامل الداخلية. طبعا هنالك حديث كثير عن ابن سبأ ودور اليهود وقصص كثيرة لا تنتهي، وهذا حقيقة لا يؤيده ولا يعضده الدليل التاريخي. لم يرد دليل، حسب ما أعلم لم يرد نص صحيح، نص بسند صحيح عن دور لمن يسمى عبد الله بن سبأ في الفتنة بين الصحابة أصلا. نعم وجد دليل صحيح على وجود شخص اسمه عبد الله بن سبأ، وجوده، لكن لم يرد دليل على أنه شارك لا في حرب الجمل ولا في حرب الصفين ولا في الفتنة في موضوع عثمان رضي الله عنه ولا في شيء منها. فكل القصص الطويلة العريضة حول ابن سبأ وأنه هذه عبارة عن مؤامرة خارجية دفعت الصحابة إلى قتال بعضهم البعض، أنا أعتقد أنه أولا هي ليست مبنية على دليل صحيح، ثانيا هي فيها نوع من عدم الاحترام للصحابة رضي الله. الصحابة هؤلاء الرجال العظماء النبهاء الذين قاتلوا المشركين وحتى سيطروا على الجزيرة العربية وفتحوا امبراطوريات وهزموا جيوشا امبراطورية وأداروا دولة غزت العالم. يعني يجي واحد يهودي مغمور لا يعرف له أصل من فصل ويلعب بعضهم البعض، يعني ويحرض هذا على هذا ويذهبون بهذا التحريض ويستقبلون بهذه الطريقة. أعتقد أن هذا في نوع من عدم احترام الصحابة رضي الله عنهم وعدم احترام عقول المسلمين أيضا. ولذلك أنا أقول أنه يجب أن نركز على العوامل الداخلية. العوامل الداخلية موجودة طبعا. أولا البيئة العربية هي بيئة فيها فوضى سياسية وبداوة سياسية وعصية على الدولة، ومن السهل أن تندلع فيها فتنة سياسية بسبب. ثانيا حتى دولة الخلافة الراشدة هي دولة عظيمة وقوية من حيث المبادئ، لكنها كانت هشة من حيث المؤسسات. يعني هي قوة الدولة تكون بالمبادئ التي تقوم عليها وصلابة قوة المبادئ التي تقوم عليها وصلابة المؤسسات التي تحميها. دولة الصحابة رضي الله عنهم، دولة الخلافة الراشدة، هي قوية بمبادئها بشكل عجيب، وهذا سبب نصرها وانتشارها وفتوحاتها المعجزة. لكن من الناحية المؤسسية بالنسبة لأي دارس للفلسفة السياسية للعلوم السياسية التاريخ السياسي يعرف أنها دولة كانت هشة من الناحية البنيوية. لماذا؟ لأنه ليس عندها جيش قائم دائم، وما عندها إدارة قوية، الإدارة لا تزال ناشئة، لأنه العرب ما كان فيه عندهم تقاليد دولة وإدارة وقانون ونظام. الدولة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم بنيت من الصفر. فلذلك هذه مرة أخرى دراسة الموضوع دراسة سوسيولوجية اجتماعية، بعيدا عن من المخطئ ومن المصيب في الخلافات السياسية بين الصحابة، يساعدنا على فهم ما حدث
وفهم باعتباره أنه نوع من يعني من ثمار ثمرة من ثمار الثقافة السياسية العربية السابقة على الإسلام، حالة البداوة السياسية، حالة العصبية القبلية، حالة أمور كثيرة ظلت عصية على فكرة الدولة والمؤسسية والقانون والنظام. مثلا في دولة ذات مؤسسات لا يحمل الناس سلاح انتقاما، وإنما تدار الأمور بطريقة قانونية. يعني عثمان رضي الله عنه قتل صحيح، لكن عثمان رضي الله عنه لما قتل يوجد، نحن لم نعد نعيش في عصر الجاهلية والانتقام على الطريقة الجاهلية. لما قتل رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه عنده أولياء دم. الشريعة الإسلامية في شيء اسمه أولياء الدم، وفي شيء اسمه الدعوة، في شيء اسمه الإثباتات، في شيء اسمه حكم قضائي، وفي شيء اسمه تنفيذ. هذه هي الأمور التي شرعا كان ينبغي أن المسار يصير هكذا. قتل عثمان رضي الله عنه، هذه جريمة بحق عثمان وجريمة بحق الأمة، لكن الرد الشرعي عليها بمبادئ الإسلام وليس بمبادئ القبلية العربية ما قبل الإسلام، هو كما بيّن يعني القاضي أبو بكر بن العربي، رغم أنه من أشد المدافعين عن أهل الشام ومن أشد المدافعين عن بني أمية بحكم علاقته بالأمويين في الأندلس. القاضي أبو بكر بن العربي أجداده كانوا لهم صلة بالدولة الأموية في الأندلس، وهو طبعا متعصب شدة التعصب للدولة الأموية للأندلس والدولة الأموية بشكل عام. مع ذلك لأنه قاضٍ، حتى في كتاب العواصم القواصم الذي بالغ فيه كثيرا وأنا تعقبته في أمور كثيرة في نهاية هذا الكتاب، مع ذلك القاضي ابن العربي يقول لا، هذا ليس من شرع الإسلام، ليس من شرع الإسلام أنك تحمل السلاح وتقول سلموني قتلة عثمان. لا، أنت نحن لم نعد نعيش عصر، هذا منطق قبيلة والثأر في العصر الجاهلي، ما منطق الدولة في العصر الإسلامي فهو من هم أولياء الدم؟ فلان وفلان. عثمان لديه أبناء وبنات، على من تدعون قتل أبيكم؟ وفلان وفلان. ما هي الأدلة؟ الجمع هنالك، تكون هنالك حالة من الدعوة والتقاضي والحكم الشرعي وتنفيذ الحكم الشرعي. هذا هو كما يقول القاضي ابن العربي، هذا هو المسار الشرعي. أما من خرج على هذا المسار فخرج عن المسار الشرعي طبعا في هذا الأمر. يعني من القواعد أيضا اجتناب القاعدة 15، اجتناب الصياغة الاعتقادية للخلافات الفرعية. ما حدث بين الصحابة رضي الله عنه هو خلافات سياسية، لم يكن علي ومعاوية رضي الله عنهما مختلفين في الأسماء أو الصفات أو في النبوات أو في المعاد واليوم الآخر، ولا في الصلاة والزكاة والحج والصوم أو في أي شيء من أركان الإسلام، فلم يكن هناك خلاف اعتقادي ولا خلاف الشعائر، بل العكس، المتقاتلون كانوا يصلون على موتاهم معا، كانوا يصلون على قتل الفريقين، يجمعهم يصلوا عليهم معا في ليالي صفين. يعني ما كان في خلاف حول الشعائر الجزئية مثل صلاة الجنازة فضلا عن العقل. لكن بعض الذين يدرسون تاريخ الخلافات السياسية بين الصحابة يصوغونها صياغة اعتقادية، وهذا خطأ كبير حقيقة وغلو. هذه المسألة ليست مسألة اعتقادية، هذه مسألة سياسية عملية شرعية. صحيح هنالك المخطئ والمصيب، هنالك المذنب والمحسن، لكن كله يدخل ضمن أمور عملية ولا علاقة لها بالاعتقاد، ولا مجال فيها للتكفير ولا للاتهام بالنفاق ولا ما إلى ذلك من الأمور. قاعدة 16 الابتعاد عن منهج التهويل والتعميم، لأنه طبعا من الأخطاء المنهجية وأن بعض الناس يعممون كثيرا ويطلقون كلاما فيه كثير من التهويل في كلامهم عن الخلافات السياسية بين الصحابة. فإذا انتقدت مثلا معاوية رضي الله عنه أو غيره من الصحابة على موقف سياسي، يقول لك لا، هذا طعن في الصحابة، وطعن في الصحابة وطعن في من أوصل الدين إلينا، ومعناها طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها طعن، وتبدأ المبالغات والتهويل في هذا. والتهويل سببه هو عدم التفصيل. أولا
أنت لو انتقدت صحابيا على موقف سياسي أنت لا تطعن في روايته ولا تتهمه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن معاوية رضي الله عنه متهما أبدا في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد اتهمه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة اتهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من سلك منهم مسلكا سياسيا بهذا الجانب أو مسلكا سياسيا مناقضا له. ثانيا، الصحابة رضي الله عنهم بالمعنى العرفي الذي يقول به الحديث، التعريف الواسع للصحابة، ومن يعني أي حد أي شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على الإسلام فهو صحابي. لو الصحابة بهذا المعنى التعريفي الذي يعتمد عليه أهل الحديث بحكم بحثهم عن قضية صلة السند، هذا أهمهم الأساسي، يعني يقدرون ب100,000. لكن كم منهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون إلى 2,000، كل الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها عدد من الصحابة لا يزيد عن عدد أصابع اليد تقريبا، يعني المكثرون 5 وغيره. ليس صحيحا أن نقدك لهذا الصحابي أو ذاك في موقف سياسي أنه طعن أو هدم للسنة أو هدم لنقل الإسلام، لأن هذا ليس صحيحا. أولا، الأحاديث رواها كثير من، يعني قل أن يوجد حديث رواه صحابي واحد. الحديث الغريب الذي رواه صحابي واحد من الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مروي عن عمر وحده، هذه حالة قليلة جدا. أغلب الأحاديث رواها عدد من الصحابة ولم ينفرد بها صحابي واحد. ثانيا، يمكن تقول أنه 98% من الصحابة لم يروا أحاديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين رووهم 2% من هذه 100,000 صحابي الذين يقدرون بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا حجة خطبة الوداع، أو على الأقل التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لحظة معينة. فهنالك نوع من التهويل والتعميم لا داعي له. نحن يمكن أن نخوض في التفاصيل، الذي يعرف التفاصيل يستطيع أن يخوض في الأمر دون تهويلات وتعميمات، والذي لا يعرف التفاصيل طبعا قد يتحدث بلغة التهويل والتعميم، وهي لغة ليست علمية ولا تخدم الحق في هذا الموضوع. القاعدة 17 هي التمييز بين السابقين وغير السابقين. الصحابة السابقون لهم مكانة ليست لغيرهم بطبيعة الحال، لكل الصحابة فضل، ولكن السابقين لا يقاسون بغيرهم وليسوا سواء مع غيرهم. والله عز وجل ميز بين السابقين وبين من آمن قبل الفتح ومن آمن بعده، وميزت في ذلك أحاديث النبوية الكثيرة. فكلامك عن شخص من أهل بدر ليس أو من أهل بيعة الرضوان ليس مثل كلامك عن شخص من مسلمة الفتح أو طلقاء أو غيره. صحيح قد يكونوا كلهم صحابة وكلهم على عيني ورأسي، ولكن الله عز وجل لم يجعلهم سواء. فأنا أوصي بأنه أيضا من حيث العدل والإنصاف ينبغي أن لا نسوي بين السابقين وغيرهم في هذا الأمر. القاعدة 18، اجتناب التكلف في التأول والتأويل. يعني بعض الباحثين في هذا الباب وبعض الخائضين فيه يتأولوا كثيرا من أجل تبرئة من خطأ معين أو إثبات فضيلة معين، وقد وصل هذا لدرجة اختلاق أحاديث بالفضائل كثيرة جدا لبعض الصحابة ليست صحيحة، وأمور كثيرة من هذا النوع، يعني تأول وتأويل وتكلف. ونحن نهينا عن التكلف كما في صحيح البخاري، لسنا بحاجة إلى هذا، وليس الصحابة أيضا بحاجة إلى أن نتأول ونتكلف، لهم فضلهم الذي الثابت الذي لا يحتاج إلى تعسف ولا تأول لإثباته. قاعدة 19 هي التدقيق في المفاهيم والمصطلحات، لأنه أيضا من المهم أن نميز بين المفاهيم والمصطلحات، مفهوم الصحابي ومصطلح الصحابي. مثلا مصطلح الصحابي عند أهل الحديث كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. لماذا؟ لأنه أهل الحديث المهم عندهم هو اتصال السند، هذا الشخص يستطيع أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهم أهل الحديث. أما مفهوم الصحابي يعني
عند الأصوليين وهم الصحابة عند بعض المتكلمين هو حقيقة لا يدخل فيه كل هؤلاء، وإنما يدخل فيه السابقون، وأحيانا ما قبل الحديبية، وأحيانا يعني ما قبل الفتح، وتعريفات كثيرة توجد يستطيع أن يعني يرجع لها المهتم في كتب تعريف الصحابة. فكون مصطلح الصحابي بمعناه الشائع العام الذي اعتمده المحدثين أصبح هو الشائع والمتداول، لا يعني بالضرورة أنه هو المفهوم الشرعي. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس المسلمين من حوله دعوا لي أصحابي أو لا تسبوا أحدا من أصحابي، هو يخاطب ناس يوصيهم بأصحابه، يعني يميز بينهم وبين أصحابه. ولذلك العلماء أرادوا أن يجدوا حلا لهذا الإشكال، منهم من يميز بين الصحبة العامة والخاصة، ومنهم من يقول لا، هؤلاء صحابة، هؤلاء ليسوا صحابة إلا بالمعنى الاصطلاحي إلى آخره. وهذا المهم، أنه التدقيق في المصطلحات مهم، ومن هذه المفاهيم والمصطلحات أن نميز بين الخطاب الشرعي والخطاب القدري كما قلت في الكتاب. يعني وردت أحاديث بالفتن، أنه ستقع فتن. هذه الأحاديث نؤمن بها خطابا قدريا، لكن لا نسوغ هذه الفتن إذا وقعت لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستقع. ينبغي أن نميز بين الخطاب القدري والخطاب. الخطاب القدري نؤمن به، أما الخطاب الشرعي فهو يتعلق بإفعل ولا تفعل. مثلا عندنا نصوص شرعية تشير إلى أنه سيقع قتال بين المسلمين واستقع فتن في الأمة، موجودة أحاديث صحيحة بها. طيب إذا وقع هذا النوع من الفتن، هل نسكت ونجلس مكتوب الأيدي ونقول لا، هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا مرد له؟ لا، نحن نؤمن بأنه سيقع، لكن هذا إيمان قدري. أما من الناحية الشرعية، فواجبنا الشرعي هو قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي، هذا هو الخطاب الشرعي، ولكن خطاب قدري. قاعدة 20: التمييز بين الخطأ والخطيئة، بين القصور والتقصير. في الخلافات السياسية بين الصحابة وفي الحروب التي وقعت بين الصحابة، وقع بعضهم في قصور وبعضهم وقع في تقصير، بعضهم وقع في أخطاء، بعضهم وقع في خطايا، فلا ينبغي أن نخلط بين هذا وذاك. فيمكن أن نجد أن علي رضي الله عنه أخطأ مثلا سياسيا في تقديرات سياسية معينة أو في تقديرات عسكرية معينة، أو أن الحسين رضي الله عنه أخطأ في ثقته بأنصاره في الكوفة مثلا، أو تقديرات سياسية أكيد وعسكرية، لكن هذا خطأ وليس خطيئة. الخطيئة هي خطيئة من قاتلوا علي رضي الله عنه وهو الخليفة الشرعي، والخطيئة هي خطيئة من قتلوا الحسين رضي الله عنه واستباحوا دمه، واستباحوا دم يعني 17 من أهل البيت معه، وبعضهم فتيان صغار، هذه خطيئة. فلا نخلط بين الخطأ والخطيئة. ولذلك يعني ابن خلدون عنده ملاحظة لطيفة في خروج الحسين رضي الله عنه الكوفة، يقول إنه خطأ الحسين في هذا كان خطأ دنيويا وليس خطأ دينيا. وهذا الذي نقصده إنه خطأ وليس خطيئة، يعني إنه خطأ وليس خطيئة من الناحية الشرعية. فينبغي أن نميز بين هذا وذاك أيضا. قاعدة 21: التمييز بين الخطاب الشرعي والخطاب القدري، تحدثت عنها. القاعدة 22، وهي خلاصة وجماع الأمر كله: الحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. لسنا بحاجة إلى حديث عن مؤامرات أو تأويلات متكلفة أو شيء. ما حدث بين الصحابة رضي الله عنه مسجل في كتب أهل السنة، يعني بعض من لم يدرسوا هذا يقول أهل السنة لا يخوضون في الموضوع وكذا، رغم أنه هذا كلام ما هو صحيح حقيقة. أهل السنة، علماء أهل السنة، لولا كلامهم في الموضوع كيف وصلنا أصلا، وصلتنا أخبار الجمل أو صفين وكل التفاصيل الموجودة. بل علماء الحديث كتبهم مليئة من أحاديث وأخبار تتعلق بالفتنة، فليس صحيحا أنهم يكفون عن الخوض في هذا. لا، هم يكفون عن الخوض في هذا على سبيل السب واللعن والجدال وما إلى ذلك، أو يتجنبون الخوض فيه مع جهلة، والنقاش فيه مع جهلة، لا يعرفون للصحابة قدرهم. هذا هو. أما أنه علماء السنة لا يتكلموا في الموضوع، هذا كلام من لا معرفة له نهائيا بالموضوع، وإلا
إيش هو كتاب منهاج السنة؟ يعني 9 مجلدات، كثير منه في الموضوع، أو نصوص لا تنتهي من سير أعلام النبلاء، ونصوص لا تنتهي من حتى حديث، من كتب الحديث، أمهات الحديث. فعموما هذه الحوادث موجودة، وأهل السنة دونوها في كتبهم، سواء كتب الحديث، كتب التراجم، وكتب التاريخ اللي كتبها علماء محدثون أيضا مثل الذهبي وابن كثير وغيرهم. فنحن لسنا بحاجة إلى إنكار ما حدث، ولا منع الناس من الكلام فيه بعلم وعدل، لكن ينبغي أن نلتزم بقاعدة الحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. ظاهر الأمر أنه حدث ما حدث، ووقعت مقتلة حقيقية بين الصحابة رضي الله عنهم، وهي محزنة لكل مؤمن بالله واليوم الآخر، وتركت ندوبا وجروحا عميقة في الثقافة الإسلامية وفي الأمة الإسلامية وفي الحضارة الإسلامية، بل وكانت البذرة التي تفرعت منها خلافات كثيرة في الأمة إلى اليوم. وإلا لماذا نناقش نحن اليوم بعد 14 قرنا الجدل حول هذا الموضوع اليوم؟ أما السرائر والعاقبة فنتركها لله تعالى، لا نحكم على أي من الصحابة بالنار، وإنما نرجو لهم كلهم الجنة، ولكن لا نحكم أيضا لأعيانهم بالجنة فلان وفلان إلا بدليل الشرعي. هذا هو الأصل، أنه لا تحكم بالجنة إلا بدليل الشرعي، ولا تحكم بالنار على الأعيان، لا بالجنة ولا بالنار على الأعيان إلا بدليل الشرعي. عندنا أدلة شرعية صريحة، أن أهل بدر من أهل الجنة، وأن بيعة رضوان من أهل الجنة، وأن المبشرين بالجنة من أهل الجنة، وعدد من الصحابة، ونرجو لكل الصحابة أنهم من أهل الجنة بما ورد من فضلهم. لكن لا نستطيع أن نحكم على أعيان كل فرد منهم بجنة أو نار إلا بدليل. وطبعا هذه القواعد 22. في نهاية الكتاب أنا دخلت في حوار مع ما سميته مدرسة التشيع السني، أقصد بها بعض علماء السنة، وليسوا كثرا، ممن وقعوا في ردود الأفعال المغالية في نقاشهم مع الشيعة، فبالغوا في الدفاع بطريقة تنكرت للأدلة أو تكلفت وتعسفت كثيرا. وجبت نموذج على ذلك كتاب ابن العربي العواصم من القواصم، فيه أخطاء كثيرة، سواء في الحكم على النصوص بعدم الصحة أو بالصحة، أو أحكام على وقائع معينة أنها وقعت وهي لم تقع أو العكس، أو أحكام على رجال، وبينت هذا. ولكن أيضا حاولت أن أنصفه في نهاية تقييمي له، أنه الفرق بين ابن العربي المتكلم وابن العربي القاضي. ابن العربي المتكلم هو نفسه طبعا نفس الشخص، ولكن يعني ابن العربي إذا تكلم بعقلية عالم الكلام المتكلم المجادل، يغالي كثيرا، ويعني ينكر أحاديث صحيحة، ويستدل بأحاديث ضعيفة، ويتكلف كثيرا، وينكر وقائع ثابتة من أجل دفاع عن وجهة نظر، يعني يدخل في مراء وجدل قوي. أما إذا تكلم، إذا رجع لشخصيته وهي شخصية القاضي، فإنه يتكلم بعدل وبإنصاف وبالدليل. وعموما هذا هو الكتاب. في ملحق الكتاب ملاحظات منهجية على ردود الدكتور المرحوم الداعية الكبير الأستاذ منير غضبان رحمة الله عليه، لأنه الشيخ منير غضبان كتب كتابا ترد على كتاب هذا، عنوانه جولات نقدية في كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة. في الطبعة الثانية من الكتاب طلب مني الناشر أن أعقب على ما ذكره الدكتور منير رحمة الله عليه، وهو رجل من أهل العلم والفضل والدعوة والغير على الإسلام، ومعروف طبعا لكم، ومن أسرة كريمة لها تاريخ عريق في خدمة الإسلام والمسلمين. ولكن أعتقد أنه يعني لم يكن ملما بالموضوع إلماما دقيقا للأسف. على كل حال أنا طلب من الناشر أن أعقب على كتاب الدكتور منير، واعتذرت له مرات لأن لا أحب الردود على الردود حقيقة ولا الجدل، قل وجهة نظري، من اقتنع بها فليأخذها، ومن لم يقتنع بها فليرمي بها عرض الحائط، ولا حرج. ولكن أصر الناشر فكتبت بضع صفحات في ختام الكتاب ملحقة في الطبعة الثانية، موجودة في الطبعة الثانية التي يوجد غلافها في الإعلان،
عنوانها ملاحظات منهجية على ردود الدكتور منير غضبان على هذا الكتاب في كتابه جولات نقدية في كتاب الخلافة السياسية بين الصحابة. وتكلم الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه في تقديمه الطويل للكتاب عن كتاب الشيخ منير، وأيضا مال الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه إلى تأييد جانبي في الموضوع ورفض ما ذهب إليه الشيخ منير، والله أعلم بالصواب وبمن هو على حق. الموضوع صعب وبحر عسير خوضه، والصواب فيه عزيز، والتوفيق من الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم أستاذنا الدكتور مختار على استعراض الكتاب كاملا ولله الحمد حتى التعقيبات. ما كنت أنوي أن أطيل ولا أن أستعرضه كاملا، ولكن الحمد لله هكذا كان. الحمد لله، الله يبارك فيك. من دواعي سرورنا أنكم استعرضتم الكتاب، لكن أنا كقارئ للكتاب بالفعل استمتعت بهذا التلخيص، لكن أدعو إخواني وأخواتي الحضور والمستمعون أن لا يحرموا أنفسهم من الاستمتاع بقراءة الكتاب. الحقيقة الكتاب مكتوب بلغة أدبية جميلة ولغة علمية ومنطقية مقنعة، بعيدة عن الاستقطاب الشيعي أو السني، وفعلا يعطي الله أعلم، يعني كما ذكرتم، نظرة موضوعية للأحداث مع عدم الإخلال بقدسية المبادئ ومكانة الأشخاص. دكتور، ما شاء الله الأسئلة كثيرة جدا. على ضوء ما ذكرتم دكتور، يقول السائل: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ الله أعلم، لا أدري، لأن الفضل له معنيان. إذا كان الفضل معناه لا يعني أيهما أكرم على الله تعالى، فهذا أمر غيبي لا أستطيع أن أخوض فيه. إذا كان الفضل مقصود بأيهما أرفع مكانة في الجنة، فهذا أمر لا أستطيع أن أغامر فيه. فلذلك أنا أعتقد أنه جدل الأفضلية، أنا أصلا وأعتقد أني ذكرت في الكتاب أو في كتاب آخر لا أدري، أنه جدل الأفضلية هذا أراه من الجدل العقيم في التاريخ الإسلامي الذي انشغل به المسلمون كثيرا، لأنه المفروض أن الأفضلية هي عند الله تعالى، والأكرم عند الله تعالى لا يعرفه إلا الخالق سبحانه وتعالى. ومن الدروس اللطيفة التي درسناها ونحن في المدارس الأهلية بموريتانيا عند المشايخ منظومة في الآداب يختمها أحد الفقهاء الشناقطة، فيقول يقول: لا تدعي الفضل على الثقيل ولا على الفاسق والجهول، فالفضل في الدخول للجنان وفي التزحزح عن النيران، وذاك عنا اليوم في خفاء ونحن بين الخوف والرجاء. جميل، تفضل. دكتور، ماذا عن التوريث، توريث معاوية رضي الله عنه لولده، ما الموقف منه؟ هذا رفضه الصحابة رضي الله عنه وسموه هرقلية، بل حملوا السلاح وقاتلوا لرفضه، وهو من البدع السياسية، أول بدعة سياسية في الإسلام. وأنا طبعا تكلمت عن هذا في الكتاب لأكثر من مرة، وطبعا البدع السياسية لا تقل خطورة عن البدع الاعتقادية، بل إن كثيرا من البدع الاعتقادية في الثقافة الإسلامية أصلها يرجع إلى البدع السياسية. حتى ابن تيمية استعمل مصطلح البدع، أو ابن القيم أعتقد استعمل مصطلح البدع السياسية. هو هذا كان انحرافا كبيرا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وطبعا أنا أكره ذلك وأستاء منه كما استاء منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث أن رجلا رأى رؤيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رؤيا، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رؤيا، ويقول فيها يعني أنه وزنت بالأمة فرجحت، وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، ثم وزن عمر بالأمة فرجح بها، ثم
رفع إلى أن يقول ثم رفع الميزان، وحديث صحيح في الترمذي، أعتقد أنه في الترمذي. قال الراوي: فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خلافة على منهاج النبوة ثم يكون الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استاء من تحول الخلافة إلى ملك، وعلم ذلك من علم الغيب الذي علمه الله تعالى. ونحن طبعا نستاء لذلك لأن نعرف أنها كانت مصيبة من المصائب وبدعة من البدع السياسية وسنة سيئة في الإسلام، لا شك في ذلك. وهذا ما أيضا ما قال به خيار الصحابة، ولذلك بقية الصحابة من أهل المدينة قاوموا تولية يزيد وما قبلوها إلا بعد أن استباح المدينة وقتل فيها مقتلة عظيمة. وأهل مكة قاوموا يزيد بقيادة عبد الله بن الزبير وما خضعوا له إلا بعد أيضا مصائب لا تنتهي، يعني بعد ذلك ما خضعوا للملك إلا بعد مصائب لا تنتهي، منها إحراق الكعبة الذي ورد في صحيح مسلم. عموما هذا أمر مفروغ منه نعم من الناحية المبدئية. دكتور، كثرت الأسئلة حول أطروحة الدكتور حسن فرحات، ومنهم من سأل عن أطروحة الدكتور عدنان إبراهيم أيضا عندما تكلم في سلسلة كاملة عن معاوية رحمه الله رضي الله عنه. طبعا أنا لا أتفق لا مع أي من الأطروحتين. استمعت لفيديوهات عدنان إبراهيم، بل حتى التقيت به مرة في زيارته للدوحة وتكلمنا، وهو قال إني أنا كنت مداهنا كثيرا في كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة. هو كان في تلك الفترة لا يزال شديدا في طرحه. أنا أعتقد أنه بالغ كثيرا وأوغل وتجاوز وتراجع عن ذلك فيما بعد. والمالكي نفس الشيء، المالكي أقرب إلى المنهج الشيعي في تناول الخلافات بين الصحابة. أنا لست شيعيا ولا قريبا من الشيعة في هذا، وكتابي مبني على تراث ابن تيمية، على تراث أهل الحديث ثم تراث ابن تيمية، على تراث أهل الحديث نقلا وعلى تراث ابن تيمية تحليلا. صحيح أن النتائج التي توصلت إليها ربما تختلف عن النتائج التي يقول بها بعض المنشغلين بعلم الحديث اليوم وبعض المنتسبين إلى مدرسة ابن تيمية أو كثير منهم، ولكن في النهاية المرجعية هي نفس المرجعية، والله أعلم. السؤال الأخير دكتور حتى لا نتعبكم، هل أطروحتكم ترأى بالصدع بين السنة والشيعة؟ ليس بالضرورة، لأن الفجوة أكثر اتساعا من أن يصلح بينها طرحي، وأنا طرحي من داخل المدرسة السنية، وغايته هو بناء ثقافة سنية متزنة حول هذا الموضوع، وليست غايته التقريب بين السنة والشيعة. لأنه طبعا أنا أيضا كدارس لتاريخ خلافات السنية الشيعية، تعرف هذا موضوع رسالتي للدكتوراه، يعني عندي نظرة واقعية لهذا الموضوع، وأعتقد أنه مسألة التقريب هذا هي كلام لا يترتب عليه شيء. ليس مطلوبا التقريب بين السنة والشيعة، المطلوب هو التعايش بين السنة والشيعة وليس التقريب، لأنه الفجوة كبيرة في مجال الاعتقاد، الفجوة كبيرة في مجال الذاكرة التاريخية، والفجوة كبيرة في مجال النظرية السياسية. فإذا كانت هذه الفجوات الثلاث، وهي الفجوات الأساسية، الفجوة في مجال العقيدة والفجوة في مجال الذاكرة التاريخية، لأن هنالك ذاكرة تاريخية متوازية حقيقة، وخطان متوازيان لا يلتقيان، وفجوة في مجال النظرية السياسية، النظرية السياسية يمكن التقارب فيها، لأن الشيعة اليوم كلامهم وجدلهم عن حق أهل البيت في القيادة هذا كلام نظري حقيقة، ربما لا أحد يأخذه بجد باستثناء الحوثيين طبعا، لكن يعني مركز ذقة التشيع اللي هو العراق وإيران يعني كلامهم عن الموضوع كلام نظري. فالنظرية السياسية يمكن يقع فيها تقارب مثلا، وبعض كتاب الشيعة مثل أحمد الكاتب في كتابه الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه يحاولون حتى أن ينقضوا قضية نظرية استئذار أهل البيت بالقيادة السياسية، وأنها ليس لها أصل، وأن الأصل في التشيع هو الشورى مثل كما هو الحال في التسنن. فلا، أنا كتابي لا
لم أكتبه بنية التقريب بين السنة والشيعة، ولا أؤمن بالتقريب بين السنة والشيعة. أؤمن بالإنصاف والعدل والتعايش بين الطائفتين، ولا أعتقد أنه سيكون هنالك. وأعتقد أن جهود العلماء على احترامي لهم في مسألة التقريب هي جهود ضائعة. المسائل الاعتقادية التقريب فيها ليس بالأمر السهل، لكن يمكن الكلام عن تعايش وعن إنصاف وعن الاعتراف بحق الاختلاف وعن أيضا احترام المشاعر واحترام الحرمات. بمعنى أنه إذا كان لو كان الشيعة راغبين في التعايش مع أهل السنة لكانوا كفوا عن الإساءة إلى حرمات أهل السنة، ومنها لعن الصحابة والكلام عن عائشة رضي الله عنها وأمور كثيرة من هذا النوع، وعن أبي بكر وعمر وغيره يعني. لكن واضح أنه هنالك البعض منهم على الأقل لا يرغب فيها. عموما باختصار، لا، كتابي هو نقاش من داخل الثقافة السنية لتقريب وجهات النظر السنية في تناول هذا الموضوع، ولجعل التناول السني للموضوع أكثر اتزانا، وليس محاولة لتقريب. طبعا سمعت أنه بل قال لي بعض المثقفين الإيرانيين الذين يزورون قطر، أخبرني أحدهم أن هنالك ترجمة لفقرات من الكتاب أو جزء من الكتاب إلى اللغة الفارسية، ترجمة في إيران. طبعا ترجموا منه ترجمة انتقائية، نصوص وفقرات وصفحات لخدمة جدلهم في موضوع الخلافات السياسية بين الصحابة، ولم يترجموه كاملا، لأنهم طبعا ليس من مصلحتهم أن يترجموه كاملا، لا يخدموا ذلك ما يريدون. وهكذا يعني. على كل حال أنا رأي أنه نحن ينبغي أن ننظر إلى المستقبل. صحيح أنه كما أشرت في مقدمة الطبعة الثانية، لا يمكن أن نخرج الأمة من أزمتها التاريخية إلا إذا عرفنا كيف دخلت إليها. ودراسة الخلافات السياسية بين الصحابة تساعدنا، إذا درسناها دراسة متزنة وعميقة، تساعدنا على فهم الوضع السياسي الذي تعيشه الأمة اليوم، والوضع السياسي الذي عاشته الأمة على مدى 14 قرنا. بذور مشكلة وأزمة الشرعية السياسية في الإسلام بذرت منذ أيام حرب صفين، وهذا ما تكلم عنه مالك بن نبي ولاحظه بدقة في كتاب وجهة العالم الإسلامي، ولكن هذا حديث آخر، وأنا خصصت له كتابي الأهم والأوسع، وهو كتاب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، والذي سعدت بنقاشه معك في عدة جلسات دكتور حذيفة، بارك الله فيك. الله يكرمك دكتور، أشكركم دكتور، الله يجزيكم ألف خير، وأعتذر للإخوة المشاركين فقد أرسلوا الكثير من الأسئلة، لعل الأيام القادمة إن شاء الله يعني لقاء آخر نسألكم بعض هذه الأسئلة، وكثير من الإخوة يسألون أين ستنشر هذا اللقاء الماتع، إن شاء الله سننشره على منصات مؤسسة رؤية للفكر على قناتها على اليوتيوب وغيرها من المنصات. أشكركم وأكرر الشكر لكم فضيلة أستاذنا الدكتور محمد مختار الشنقيطي، الذي دائما يتحفنا بالأطروحات المقنعة للعقل والمطمئنة للقلب والمسعدة في تذوقها البياني. أشكركم دكتور. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، وشكر الله للأحبة على حضورهم، وأعتذر فعلا، كنت أتمنى أن أدخل معكم في حوار وأستمع إلى ملاحظاتكم وأسئلتكم، ولكن للأسف الوقت لا يسعف، لأن عندي التزام الآن تأخرت عنه 9 دقائق. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.